السلام عليكم متتبعي قناة شوف تي في، صباح الخير عليكم مجددا، صباح سعيد، صباح الخير والبركة والتيسير للجميع المتتبعين المشاهدين الأوفياء قناة شوف تي في. أجواء باردة صبيحة اليوم الاثنين أول بداية الأسبوع، أجواء شبه ممطرة يعني بعد التساقطات المطرية اللي عرفتها المدينة ديال سطات ليلة أمس، يعني تساقطات مطرية مهمة عرفتها المنطقة ديال سطات في هذه الأيام، وعرف الإقليم ديال سطات على مستوى يعني الإقليم ديال سطات اللي عرف تساقطات مطرية مهمة. هذه الأجواء متتبعينا مشاهدينا الأوفياء قناة شوف تي في من خلال هذا البث المباشر، يعني بعد التساقطات المطرية الأخيرة المدينة يعني ديال السطات. بغينا نعرفوا الأجواء عندكم متتبعينا مشاهدينا الأوفياء قناة شوف تي في، كيف دايرة بالمدن ديالكم؟ واش كاين شي شتا، كاين شي برد، كاين شي يعني كاين شي شتا، كاين شي برد؟ هذه هي الأجواء متتبعينا مشاهدينا الأوفياء قناة شوف تي في من القلب ديال المدينة ديال سطات، العاصمة ديال الشاوية. كنشكركم على التواصل، كنشكركم على التفاعل متتبعينا مشاهدينا الأوفياء. صباح الخير عليكم مجددا، صباح سعيد، صباح الخير والبركة والتيسير للجميع المتتبعين المشاهدين الأوفياء قناة شوف تي في، اللي كننقلوا لهم الأجواء من القلب ديال المدينة ديال سطات، العاصمة ديال الشاوية. كنقول لكم صباح سعيد، صباح الخير، صباح البركة والتيسير. المدينة ديال سطات اللي عرفات في هاد اليومين يعني تساقطات مطرية جد مهمة، كنشكر الله ولله الحمد، ولله الحمد يعني الشكر لله على هاد التساقطات المطرية اللي عرفتها المدينة ديال سطات واللي عرفتها سائر مدن المملكة، سائر أنحاء المملكة اللي عرفتها هاد التساقطات المطرية المهمة. كنشكركم مجددا متتبعينا مشاهدينا الأوفياء قناة شوف تي في من خلال هذا البث المباشر صبيحة اليوم الاثنين. كيف كتشوفوا يعني الأجواء صبيحة هذا اليوم من القلب ديال المدينة ديال سطات، العاصمة ديال الشاوية، ارتئينا أننا ننقل لكم الأجواء على أمل أننا نعرفوا الأجواء كيف دايرة عندكم بالمدن ديالكم. هي مجمل الأجواء متتبعينا مشاهدينا الأوفياء القناة شوف تي في من خلال هذا البث المباشر من القلب ديال المدينة ديال سطات، العاصمة ديال الشاوية. كنحييكم وكنشكركم على التواصل وكنشكركم على التفاعل متتبعينا مشاهدينا الأوفياء من القلب ديال المدينة ديال سطات، العاصمة ديال الشاوية، سطات بلادي، سطات الولافة. كنحييكم مجددا متتبعينا مشاهدينا الأوفياء قناة شوف تي في، كنقول لكم مجددا صباح سعيد، صباح الخير والبركة والتيسير للجميع. الحركية يعني كتعرفها المدينة ديال سطات في بداية هذا الأسبوع اللي كيتزامن البداية ديال البداية يعني ديال الأسبوع. أجواء غائمة باردة، نزول بعض القطرات الخفيفة من المطار اللي
هذه الأجواء.